خبر. اليوم في المرحلة الثانية عشر والأخيرة من منافسات داكار، اليوم صار تحدي بين البلجيكي باسكال فيرين ومواطنه الملاح كوين واترز مع ديدسن عراوي. طيب ايه هذا طال عمرك هذه سائق مشعل نايف الشلوي والملاح سهل فارس الشلوي، كفو شوف شوف وسبقوهم وسبقوهم. انت عطونا فرصة يا اخي، عطوا الشباب فرصة. ها شوف داخل الديدسن عراوي هذا تلاقيه حق الرالي ذا مكلفه 4 مليون دولار وياخذ ذاك 16 مليون، وهذول دلة شاهد تلاقيه حبيبي وشوية تمر وشماغ معلق في الباب 15 احلى دعاية لرالي داكار. شايف يا كابتن سمير الابداع السعوديين حاجة.